هو شهيدنا لأن دمنا واحد وقضيتنا واحدة. فشهيد السعير وشهيد الخليل هو شهيد الجليل والمثلث واللقب، ولا فرق في الدم، لأن قضيتنا منذ البداية هي قضية شعب يناضل من أجل حريته وبقائه وكرامته، وقل هي ملحمة حفنة التراب وقطرة الدم. الرسالة الثانية أن الشهيد عرفات وقافلة الشهداء هم بدمائهم أحيوا قضيتهم. يعني الشاعر يقول: لا تبكيه فاليوم بدء حياته، إن الشهيد يعيش يوم مماته. هؤلاء الشهداء الأبطال بدمائهم بشهادتهم انتصروا على السجن والسجان، وانتصروا على الاحتلال، لأن الشعوب إنما تحيا بأولئك الأبطال الذين يضحون بأغلى ما يملكون. وماذا أغلى من الحياة وأغلى من الأرواح والدماء؟ نحن هنا مهنئين، نحن هنا لنعلن أن الشعب فيه عرفات جرادات هو شعب منتصر لا محالة، وإنا لمنتصرون بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأبى الله عز وجل إلا أن يختار من بين أبناء هذا الشعب من تكتب أسماؤهم في صفحات التاريخ بحروف من ذهب إلى الأبد بإذن الله تعالى، تمجيدا وتخليدا لصفحات النضال المضيئة التي يسطرها شعبنا على مدار السنين. والعاقبة للمتقين أيها الإخوة، نحن على ثقة كاملة بأن مصير هذا الصراع المستمر الطويل هو انتصار الحق وزهاق الباطل، هو قيام دولة تمجد هذا الشعب وهذه الأمة، ترتبط بكل هذه الأمة الإسلامية المجيدة من أقصى مشرقها إلى أقصى مغربها. وسينتهي الظلم والاحتلال، سيزول إلى غير الرجعة بإذن الله تبارك وتعالى. ابننا الشهيد هو ابن فلسطين بأسرها،